قد ما كان حلمك صعب وبده قوة جسدية أو نفسية أو عقلية، السعي وراء والحق حلمك. أنا صابين حبيب وسعيت وراء حلمي وأنا ناجحة. هلو واضح، عمري 21 سنة، رابع سنة هندسة باللبنانية، عم بدرس ميكانيكال انجينيرينج وأنا ميكانيسيان. أنا ميكانيك بالتيم تبع روجيف غالي بموتور تيون ريسينج، بنصلح سيارات رالي وبنعملهم تيونينج وبنحضرهم للراليات. أول شغل استلمته كان بجراج عنا محل ما نحن ساكنين عنا بالضيعة، كان ياخدني إنه هيك بطريقة سلاية إنه إيه جاي تتعلم، بعدين لا بس شاف إنه عن جد عم بتعلم وعم بعطي من قلبي، صار هو بده يعلمني أكتر وصار هو يسلمني قصص أكتر كمان أعملها. طول معي فرشاية صغيرة بنظف بين ضفيري وبنظف إيدي منيح، إذا بتشوفيني برات الشغل وبرات الجراج ما رح تعرفي إنه أنا ميكانيسيان والعكس تمام، يعني إذا تعرفت علي هون رح تقولي لي إنه كيف بعدك محافظة على أنوثتي. من العبارات البشعة إذا بديك، لأنه مطرحك مش هون، هيدا مانا شغلتك، أنت شغلتك إنه تتجوز وتربي عائلة مش شغلتك إنه تقعد بجراج. من أحلى الأحداث يلي صايرة معي بهيدا المجال هو وقتها كنت عم صلح سيارة بالجراج اللي كنت اشتغل فيه قبل، وبيجي زلمة كبير بالعمر شوي بيقول لي انه انا كتير مبسوط انه في بنات بهذا المجال وانا بدي اعرفك على بنتي كرمال بنتي تطلع مثلك قوية وعندها الجرأة يلي انت عندك اياها بهذا الدومين يلي كله هو مثل اذا بدك مان دومينانت. وقت عرفنا على بنته وبنته كانت كتير مهضومة، وهلأ كمان بنته عم تعمل ميكانيكال انجينيرينج. أنا اسمي مارك سليمان، بشتغل كمان هون بجراج موتور تيون زميلة لصابين، وصابين يعني بنت غير كل البنات، قدها وقدود، قدرت تبرهن حالها بهيدي المصلحة اللي كل العالم بتقول إنه ما في محل للبنات هون. مشاريع القادمة إنه أول شيء خلص اختصاصي وأقدر أتطور أكتر بهذا المجال، أنه أتعلم وأخذ الترينينجز بتقدر تخولني أنه أخترع سيارة وسيارة سباق أحسن. بدي أقول لكل امرأة أنه الحق حلمك، لأنه ما رح تندمي على ولا نهار أنه عملت الشيء اللي أنت بتحبيه، وصدقيني أنه إذا ركضت ورا حلمك رح تبرعي لو شو ما كان يتردد فعل المجتمع أو العائلة أو الأصحاب أو الأهل.